اشتعلت حرائق الغابات حول العاصمة اليونانية أثينا وفي أجزاء أخرى من البلاد، ووفقا لبعض الشهود العيان فإن سبب الحرائق هو متعمد، إلا أن سرعة الرياح وقوتها وارتفاع درجات الحرارة ساهمتا في انتشار الحرائق بشكل أوسع. وحاول بعض السكان إخماد النيران بآنية مملوءة بالماء. اشتعلت الحرائق في ذلك الجانب بعدها، وحتى قبل أن نخرج لمعرفة ما جرى بدأت الحرائق في الجانب الآخر، لذلك يمكن أن يكون هناك أشخاص أضرموا النيران في مكانين أو ثلاثة بشكل متزامن. ذهبنا إلى المنزل لأخذ وثائقنا القيمة، بعدها تركناها مع أحدهم وعدنا هنا إلى الجبال للمساعدة، وأصيب رجل إطفاء جراء الحريقة. رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس زار مقر إدارة غرفة العمليات ودعا سكان العاصمة إلى الهدوء. كل سلطة الإطفاء إضافة إلى الجيش وسلاح الجو في حالة تأهب لمساعدة في جهود إخماد النيران والحرائق الكبيرة كتلك المندلعة في لاكونيا أو في إيتيكا بمنطقة كاريس. الشرطة ذكرت أن 34 حريقا اندلعت في 4 جبهات رئيسة تمتد من جزيرة إيفيا شمال شرق أثينا إلى شبه جزيرة بيلوبونيس جنوب اليونان. أكبر الحرائق في اليونان كانت في صيف عام 2007 عندما أدت إلى مقتل 84 شخصاً.